السلام عليكم. في حلقة النهاردة من أكسس قرآن والمعجزة الكبرى هناقش معاكم إزاي نحصي أجزاء من آيات مع بعض، مش آية واحدة. في الحلقة اللي فاتت شفنا آية واحدة، احنا شفنا نقطة واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة آخر حاجة في الحلقة اللي فاتت. النهاردة هوريكم رقم ستة اللي هي إحصاء أجزاء من آيات والتعامل مع كلمات الآيات. فأنا مجهز لكم مثلين من كتاب المهندس عدنان اللي أنا عملت عليهم الثلاث أفلام. فلو رجعت للفيلم في مثل مثلا في كتاب المهندس عدنان بيقول إن الكوثر والقرآن والروح القيمة العددية ليهم الثلاثة مع بعض 114 وبتساوي 19 في 6. طبعا ممكن احنا على طول نحسب القيمة العددية للكوثر عن طريق جدول المهندس عدنان، الألف بكام بواحد واللام باتنين والكاف بكذا ونحسبها احنا، والقرآن نفس الكلام. بس طبعا في حاجات زي الألف والهمزة دي اللي هي الألف الممدودة دي مثلا بتتعدى حرف واحد اللي هو ألف، ففي حاجات ممكن تلخبط لو انت هتحب تعملها مانولي. اكسس قرآن بقى هتساعد في الموضوع ده. فكل اللي احنا عايزين نعمله ان احنا ندور على ايات فيها كلمة الكوثر ونعلمها، اية واحدة طبعا كفاية، والاية تانية فيها كلمة القرآن ونعلمها، واية تالتة فيها كلمة الروح ونعلمها، وبعد كده نعد الثلاث ايات مع بعض ونلغي كل الكلمات التانية ونخلي بس كلمة الكوثر في الآية دي وكلمة القرآن في الآية دي وكلمة الروح، ونشوف النهائي المجموع النهائي للثلاثة مع بعض هيبقى كام. فأنا هرجع دلوقتي معاكم لأكسس قرآن وهروح للعربي القرآن. أنا متأكد 100% إن آخر مرة استخدمت أكسس قرآن كنت بستخدم القيم العددية للحروف في جدول المهندس عدنان، مش لأبجد هاوز أو لقيمي أنا أو أي حد تاني. فأنا مش هضطر أعمل تشيك دلوقتي، هروح للقرآن العربي بدل ما ادور بكلمة الروح مرة وبعد كده او معلم الآية ومكتب كلمة القرآن مرة تانية وعلم الآية وبعد كده اجيب كلمة الكوثر مرة تالتة وعلم الآية في البوكس ده. يعني في طريقة تانية ان احنا ندور باللستة على طول كذا كلمة، يا كلمة دي يا كلمة دي يا كلمة دي، يجيب لنا كل الآيات وقوم انا معلم منهم الثلاث آيات اللي انا عايزهم. بس قبل ما ابدأ اعلم اي حاجة المفروض الغي كل الآيات المتعلمة. فانا هقوم دايس الزرار الاحمر الغاء، هل تريد الغاء كل العلامات من الايات في الشاشه؟ طبعا قبل ما تعملوا كده تاكدوا ان القران كله باين، يعني 6236 ايه باينين، عشان تتاكدوا ان كل العلامات تروح من كل الايات. لو عندكم دول اقل من 6236 يبقى الايات اللي مش هتتعلم هتتلغي تعلمها، بس هتبقى في الايات اللي انتوا بتبص عليهم. يعني انا دلوقتي لو رحت مثلا للسيرش تاج يوم الدين عندي 13 آية، لو دوست الزرار ده دلوقتي هيقول لي هل تريد إلغاء التعليم الآيات ال 13 بس اللي موجودين. فأحسن حل إن أنتوا قبل ما تلغوا تعليم كل الآيات بينوا كل القرآن عن طريق الزرار ده، إظهار كل الآيات، وبعد كده أدوس الزرار الأحمر وأقول إلغاء الآيات المعلمة عشان أبقى ضامن إن كل الآيات في 6236 ما بقوش متعلمين. هدوس الزرار ده، هل تريد إلغاء كل العلامات من الآيات في الشاشة؟ يس. كله دلوقتي اتلغى، واتأكد تاني لو عايزين هتقول لي لا يوجد اي ايات معلمة لا يمكن الاستمرار. بعد كده ادور بالثلاث كلمات اللي انا قلت عليهم عشان نتأكد من الموضوع ده. فبدل ما اكتب الثلاث كلمات كل واحد لوحديها وعلم الايات، ودي طريقة ممكن تعملوها طبعا، انا عندي افضل ان انا ادور بقائمة البحث اللي هو الزرار اللي فيه ازرق ده، لو دوست عليه هيفضل متداس وقائمة البحث هتظهر. انا كنت بدور بالقائمة دي بتاعت الله عشان ادور على لفظ الجلالة. فانتوا كل اللي تعملوه الغوا القائمة دي، فانتوا بدل ما تلغوا كلمة كلمة عشان نحط الثلاث كلمات بتوعنا الغوها كلها من فوق هنا مرة واحدة. هل تريد حذف كل الكلمات في القائمة؟ يس. بعد كده ابدأ ازود بقى الثلاث كلمات بتوعي. الكلمة الاولانية الكوثر، اغلق ادوس هنا الزرار ده عشان احط الكلمة التانية القرآن. القرآن وانتوا بتكتبوها عشان احنا بنكتب من غير تشكيل طبعا، نستخدم في الالف والهمزة اللي هي الالف الممدودة دي لازم، عشان هي دي القرآن مكتوبة في النسخة كده الغير مشكلة في اكسس قرآن، وهي دي النسخة الصح الغير مشكلة على فكرة، انا متأكد منها 100%. فتكتبوا الالف الممدودة دي، لو كتبت الالف والهمزة او الالف لوحديها او الهمزة تحت او الالف اللي عليها واصلة مش هتيجي، لازم تكتبوا الالف دي، اغلاق. وبعد كده اخر كلمة الروح، الروح، اغلاق.
دول الثلاث كلمات دلوقتي انا بقول لاكسس قران جيب لي كل الايات اللي فيها الكوثر او القران او الروح، ومره تانية باكد عليك تكتب القران بالالف اللي عليها ماده كده دي. بعد كده اقول له دور هتلاقي كل الايات موجوده. فانا بالمره وانا تحت كده عند كلمه اللي هي الايه الوحيده اللي جت فيها كلمه الكوثر اعلمها، وادي هي ايه فيها واذا قرأ عليهم القران لا يسجدون اعلمها، دي القران فضل الروح، ادي هي الروح دي ايه هي ممكن اختارها، بس انا احب اختار آية بسيطة لأن احنا هنلغي كل الكلمات، فأنا أختار الروح فوق عشان يجيب لي أول آية فيها الروح، وكده أقدر أنط في المرة اللي بعد كده اللي فيها الروح نزل به الروح الأمين، دي آية بسيطة أختارها، يبقى أنا كده علمت الثلاث كلمات. بس دلوقتي على علامة الصح اللي هي بتقول إظهار الآيات المعلمة هتجيب لي الثلاث آيات اللي أنا علمتهم، وعشان أنا كنت بدور من غير تشكيل فالآيات جاية من غير تشكيل، فأنا بالمرة أوري التشكيل من الزرار ده عشان ما تجيليش الانذار واقول يس عشان ما يحصلش اي حاجه غلط، يبقى بينت التشكيل. وبعد كده عدي الثلاث ايات مع بعض، وزي ما انتم شايفين الكاونتد ان تيك بوكس ده تيكت جنب كل ايه، يعني كل الكلمات معدوده، كل الكلمات معدوده في كل الايات دي، وزي ما احنا شايفين ان اعطاناك الكوثر بتقبل برضو الاسم على 19 واللي هي 19 في 6 لان القيمه العاديه بتاعتها 114، وزي ما انتم شايفين الثلاث ايات مع بعض عدد الحروف فيهم 57 19 في 3 نفس القيمة عند مهندس عدنان، وقيمة العادية 389 برضو نفس الكلام، وعدد الكلمات 13. اللي احنا عايزين نعمله بقى دلوقتي ان احنا نتعامل مع كل آية ونلغي الكلمات اللي احنا مش عايزينها، فانا هقوم دايس الزرار ده عشان اتعامل مع الآية دي، وبالمرة الغي الحروف مش عايز ابص عليها، واقوم لاغي كل الكلمات وازود كلمة الروح بس. لاحظ الزرار ده بقى شيد جراي لان معناها بتقول لك ان مش كل الكلمات مختارها ومش كل الكلمات لغيها، يعني في كلمات وكلمات لا، فعشان كده بقى لونه جراي. لما اقفل هنا هتلاقي ده اتعكس هنا فعلا، هو بقى لونه جراي، فانا عرفت ان الايه دي خلصتها. اقوم داخل على الايه اللي بعديها اتعامل معاها، واقوم دايس الزرار ده واقوم لاغي الحروف مش عايز اشوفها، واقوم لاغي كل الكلمات واخلي كلمه القران بس. لاحظ برضو ده بقى شيدد دلوقتي، بقى لونه كده رمادي، ولو قفلت ده نفس الكلام، ده ما بتقدرش تغيره لما بتدوس عليه، بس بيديك علامه ان انت تعاملت مع الايه دي. التوتال اللي هنا بيفضل ثابت لان كل الايات موجوده هنا، فده مش هيتغير، اللي بيتغير لما بنتعامل بس، يعني انت تبين الشاشه دي. دلوقتي هنتعامل مع الايه الاخيره عشان بس ناخد منها كلمه الكوثر، واقوم لاغي الحروف والغي كل الكلمات واخلي كلمه الكوثر بس. ودلوقتي اتعاملت انا مع الثلاث ايات، ادوس الزرار ده فوق دلوقتي اللي هو فوق في الهيدر، او ادوسه نفسه اللي هو تحت في الفوتر، ان هو يبين لي بقى المحصله النهائيه لكل الثلاث ايات. فانا لو بينتهم ولو لغيت الحروف برضو، تلاحظ اهو الثلاث ايات حطهم لي مع بعض. افتكروا انا قلت لكم بيتعامل مع الايات كلها، وكلمه الكوثر بس وكلمه القران بس هي اللي مختارينها، وكلمه الروح بس. وزي ما انتم شايفين النتيجه النهائيه 114 19 في 6 بالظبط زي ما قال المهندس عدنان في الفيلم بتاعه 114 19 في 6. المثل الثاني اللي عايز اوريه لكم في الدقيقه 17 وحاجه و20 تقريبا اللي هو ده، بيقول هنا ايه المهندس عدنان، ان جزء من سوره البقره الايه 129 من اول يتلو لحد ويزكيهم بتقبل الاسم على 19 والقيمه العدديه 266، ومن ايتين تانيين من البقره 151 من اول يتلو الحد والحكمه عندنا القيمة العددية 269، والآية الأخيرة من آل عمران اللي هي رقمها 164 من أول يتلو الحد والحكمة القيمة العددية 263. الثلاث أجزاء مع بعض بيمثلوا 798 قيمة عددية اللي هي 19 في 42 و42 اللي هي القيمة العددية لمحمد. فاحنا دلوقتي عايزين نتاكد من المثل ده بالظبط، فاحنا عندنا البقره 129 عايزين نجيبها، والبقره 151، وآل عمران 164. فانا لو رجعت دلوقتي لاكسس قران، قفلت الشاشه دي وقفلت دي ورجعت لشاشه القران العربي، بينت القران كله، لغيت كل الايات المتعلمه، هل تريد الغاء كل العلامات؟ يس، بريس اوكي. بعد كده تويس الرايت ار عشان اروح لسوره البقره على طول، انزل للايه 129 واعلمها، وبعد كده انزل للايه 151 واعلمها، وبعد كده ادوس الرايت ار عشان نروح لسوره ال عمران واجيب الايه اللي هي 164 اعلمها برضو. ابين دلوقتي الثلاث ايات اللي انا علمتهم اهم،
فهم دايس الزرار ده عشان اعدهم الثلاثه مع بعض، وادي الثلاث ايات نتائجهم مع بعض. فانا عايز ابدا دلوقتي اتعامل مع الايه الاولانيه، سيبك من الحروف يعني مش هتفرق الحروف دي مش مهمه يعني، من اول يتلو يبقى ادوس عليها من غير ما امسك الشيفت، فالرقم ده هيديني ترتيب الكلمه على طول، هي الكلمه رقم 6 والحد ويزكيهم، همسك الشيفت وادوس فبقت من 6 ل 12، علم بس من 6 ل 12. فعلا 266 الجزء ده من الايه لو تلاحظ اهو، من اول يتلو عليهم اياتك ويعلمهم كتاب الحكمه ويزكيهم، 266 اللي هي 19 في 14. لو رجعت للفيلم فعلا نفس الكلام ده اهو، 266 19 في 14. دلوقتي نتعامل بقى مع الايتين التانيين وبعد كده نشوف النتيجه الكليه ليهم كلهم. تلاحظوا ده بقى جري اهو دلوقتي لان مش كل الكلمات واخدينها، ولو رجعت هنا ده بقى جري برده لانه بيعكس ان احنا اتعاملنا مع الايه دي اوريدي. اتعامل دلوقتي مع الايه الثانيه، الغي الحروف مش عايزها ما تهمنيش دلوقتي، من اول يتلو ادوس عليها من غير شيفت، راح علمني الكلمه دي 6 لحد كلمه والحكمه، واقوم ماسك الشيفت وادوس بقت من 6 ل 12، اعلم الكلمات اللي انا اخترتها اهي من اول يتلو لحد والحكمه، القيمه العدديه 269. يبقى انا كده خلصت التعامل. فعلا لو رجعنا للفيلم هنلاقي انها 269 زي ما بيقول مهندس عدنان بالظبط. لو رجعت دلوقتي لاكسس قران تاني وتعامل دلوقتي مع الآية دي، تلاحظ دول اتعاملت معهم، ده بقى جري دلوقتي اهو، دايس كده ألغي الحروف وأبدأ من أول يتلو أدوس عليها من غير شيفت، راح اداني دي رقم الكلمة 12 لحد كلمة والحكمة، أمسك شيفت كليك عليها بقت من 12 ل 18، أعلمهم بس بقى هي دي الجزء اللي أنا عايزه، القيمة 263. ولو رجعت دلوقتي للمعجزة الكبرى فعلا 263 أهي. بعد كده هقوم راجع على اكسس قران واقوم قافل دي، اتعاملت انا خلاص كده مع الثلاث ايات. اوري بقى كل الايات مع بعض، يا اما من الزرار ده اللي فوق اللي هو اظهار الحروف والكلمات لكل الايات، او برده اللي تحت ده اظهار الحروف والكلمات لكل الايات. لو دوست على اي واحد فيهم هتبينها لي 798 19 في 42. لو رجعت دلوقتي للفيلم فعلا اهي 798 19 في 42 للثلاث ايات دول مع بعض، 798 19 في 42. بس دي مش النهايه، المهندس عدنان بيقول ان القيمه العدديه لكلمه محمد لوحديها بتساوي 42، ولو تلاحظوا الثلاث ايات بيتكلموا عن رسول بيتلو ايات الله وبيعلم الناس الكتاب والحكمه. ففعلا حاجه غريبه يعني، ملاحظه غريبه ان اكتشفها المهندس عدنان، مش حاجه سهله لو عايزين الحقيقه. مره برضو اوريكم احنا في الشاشه دي ان احنا طالما في ثلاث ايات بنعدهم مع بعض، فالليست دي هتوريكم الثلاث ايات، ولو بصيت على كل الايات مع بعض بالزرار ده هتلاقي الليست دي بتوريك كل ايه، وممكن تنط للايه على طول اللي انت عايزها، الايه دي او الايه دي على طول تنط عليها تجيبها على طول هنا وتتعامل معاها. لو عايز تتعامل مع كل الايات في وقت واحد، بس انا زي ما قلت لكم استخدموا كل الايات في وقت واحد بس عشان تشوفوا المحصله وتعاملوا مع كل ايه لوحديها. دلوقتي اخر حاجه في الفيلم ده عشان نتاكد من كلام المهندس عدنان ان احنا نجيب ايه فيها كلمه محمد ونشوف القيمه العدديه لمحمد بتساوي كام. المفروض تطلع 42 اللي هي نتيجه الايات دي 19 في 42 في الاخر اللي هي 42 دي. فانا هرجع دلوقتي واروح ادور على آية فيها كلمة محمد، بحث أهو أربع آيات، وهو فعلا ظهرت أربع مرات في القرآن، أبين التشكيل ونقي أقصر آية لأن أنا عايز كلمة واحدة فيهم وأعدها. أتعامل مع الآية دلوقتي مش هتفرق بقى من فوق ولا تحت لأن هي آية واحدة اللي عدتها وان فيرس أهو، فممكن أتعامل معاها من الزرار ده، ألغي الحروف وألغي كل الكلمات، هي باينه مش محتاج اعمل كده، القيمه العدديه لمحمد جنبيها 42. بس انا بوريك يعني لو جبت محمد بس المحصله النهائيه 42 عدد الحروف 4. يبقى كده الكلام اللي قاله المهندس عدنان في كتابه اللي هو الجزء ده في الفيلم في الدقيقه 17:27 100% صحيح. واتمنى ان بالفيلم ده تكون انتوا اتاكدتوا من قوه اكسس قران وسرعتها في انها تحسب الحاجات دي بسرعه البرق، وهبقى اكمل معاكم ان شاء الله في الفيلم القادم بقيه الدروس.